جد سعيد وجد فخور أنا أتواجد الآن في هذا الصرح يعني الدولي اللي هو جامعة سيدي محمد بن عبد الله وموجود في فاس، يعني هذا شيء عظيم وفعلا جد فرحان وأشكر هذه الالتفاتة لأنها التفاتة بالنسبة لي التفاتة مهمة جدا خصوصا من هذه الجامعة ومن القائمين عليها ومن السينمائيين الذين اقترحوا الاسم ودافعوا عن اسمي في هذا. هذا يجد يعني اشكرهم كلهم واشكر سكان هذه المدينه العظيمه التاريخيه. اما من ناحيه اخرى فتعاطي شؤون البشر تمر طبعا عبر السينما. السينما هي احسن وسيله اليوم او من بين احسن الوسائل التي تدخل في كل الاماكن واللي من خلالها يمكن ان نناقش او ان نتعلم يعني من مشاكل القضايا الإنسانية وخصوصا القضايا التي تعنينا ومنها القضية الوطنية التي يجب على كل إنسان أن يعرف خباياها عفوا وأن يشارك في وجود يعني أو الدفاع عن حل يعني يرضي الجميع، أن يكون هناك فيه رابح، وهذا حل لا يمكن له أن يكون إلا تصالحيا ولا يمكن أن يكون إلا ديمقراطيا ولا يمكن أن يكون إلا من خلال يعني اللقاءات والمفاوضات المباشرة من أجل مثلا إخماد هذه النار التي شعلت في يوم من الأيام في خصل المغرب العربي، واللي نتمنى أن كل هذه الدول تشتغل من أجل أن يكون هناك فعلا سلم حقيقي في هذا في هذه المنطقة واللي هي منطقة أساسية ومهمة من ناحية الاستراتيجية ومن ناحية التاريخية. ونظن على أنه الطريقة الأنجح طبعا هو أن هناك ناس بذلوا جهد كبير جدا من السينمائيين وحاولوا يعني قدموا أعمال مهمة جدا لتحاول أنها تبين أو تقرب الرأي أو المتتبع لهذا هذا الملف اللي هو ملف كيف قلنا شائك وأساسي يحتاج لمجهوداتنا كاملة. تأتي ندوة السينما في الصحراء قضية الوطنية نموذجا التي تنظمها كلية الأدب والعلوم الإنسانية سايس فاس بشراكة مع اتحاد المخرجين والمؤلفين المغاربة في سياق انفتاح الجامعة على محيطها وأيضا في محاولة هادفة لإدخال الفنون وأساسا السينما إلى رحاب المؤسسات الجامعية، ثم أيضا للتعريف بالقضية الوطنية سينمائيا من خلال مجموعة من الأسئلة اللي غتطرح خلال الندوة لعل من أما إلى أي حد استطاعت السينما المغربية أن تعرف بقضايانا الوطنية وأساسا القضية الوطنية. فنحن نعرف بأن السينما الآن مش غير السينما، ما الآن ممكن أن نقول بأنه عصر الصورة، ومن لا يملك الصورة لا يملك هويته ولا ذاته، وبالتالي يسمح للآخر أن يعبث بالهويته وبذاتيته. فغنحاولوا نتناقشوا إلى حد ما استطاعت السينما المغربية أن تقارب موضوع الصحراء، إلى أي حد ممكن للسينما أن تخدم هذه القضية، وكيف يمكن أن نواجه مجموعة من الأعمال الممولة من طرف جهات لا تريد للمغرب خيرا، يعني أفلام مصنوعة بخبث لتشويه حقيقة القضية. فأنا كنحيي إدارة جامعة سيدي محمد بن عبد الله وأساسا عمادة كلية الآداب والعلوم الإنسانية سايس أساسا الدكتور سمير بوزويتا على هذا الذكاء في اختيار الموضوع وفي جعل الطلبة يعانقون قضاياهم الوطنية فنياً.